من موسكو تنضم إلينا الآن مراسلتنا أريج محمد. أريج، هل في أي رد فعل أو هل كريملين يأخذ هذه الاتهامات الأمريكية على محمل الجد باستخدام روسيا أسلحة كيميائية، خصوصا أنه موسكو كانت سباقة لاتهام أوكرانيا بأنها كانت تعمل على أسلحة بيولوجية؟ هل الموضوع تراشق في الاتهامات؟ كيف ممكن أن نتوقع أن تتعامل موسكو مع هذه التصريحات والاتهامات؟ يوسف، على الصعيد المواقف الروسية الرسمية في معرض الرد على هذه الاتهامات الأمريكية المستجدة للجانب الروسي فيما يتعلق باستخدام مواد كيميائية ضد الجيش الأوكراني في أوكرانيا من جهة، بالإضافة طبعا إلى التي جاءت أيضا في سياق الرد الروسي الرسمي على العقوبات الأمريكية الغربية الأخيرة على الجانب الروسي فيما يتعلق بتحركاته في أوكرانيا وبعض شركاء روسيا على الساحة الدولية. طبعا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف كان له تصريح مقتضب جدا فيما يتعلق بالشق المتعلق بموضوع استخدام موسكو من عدمه لهذه المواد الكيميائية. قال إن هذه الاتهامات ليست بجديدة للجانب الروسي من الطرف الأمريكي، وهي لا تستند إلى أي دليل، وهي اتهامات فقط لمجرد الاتهامات. قال أيضا طبعا أنتونوف في معرض ذات التصريحات بأن واشنطن ربما باتت تنفد من الأساليب أو الطرق التي يمكن من خلالها أن تؤثر أو تعاقب بها روسيا، ومن هنا طبعا تلجأ إلى مثل هذه التصريحات والاتهامات التي لا تدعمها بأي دليل مادي فيما يتعلق بصحتها من عدمه. لكن في معرض طبعا ما كنت قد تطرقت إليه في مقدمة الخبر من اتهامات روسية سابقة للجانب الأوكراني والجهات الغربية التي ربما أيضا تكون ضالعة في تحفيزه وتشجيعه على اللجوء إلى مثل هذه المواد، ليست هذه الاتهامات الروسية بجديدة، فهي متواترة بين فترة وأخرى على امتداد ما تسميه روسيا بالعمليات العسكرية في أوكرانيا، على امتداد الحرب في أوكرانيا، وربما سنسمع جديدا منها خلال الساعات والأيام القادمة. أيضا الجانب الروسي اتهم دائما أوكرانيا باستخدام مثل هذه المواد، وبأن التقدم الروسي ولو جاء تدريجيا والتوغل في الأراضي الأوكرانية ربما يجعل الجانب الأوكراني مدفوعا لاستخدام مثل هذه المواد للحد من هذا التقدم. ومن ذلك طبعا ما كان قد تحدث به أيضا منذ فترة وجيزة طبعا المسؤول عن قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية في الجيش الروسي إيغور كيريلوف، الذي كان قد ألمح إلى أن الجيش الأوكراني يخطط لاستخدام هذه المواد في عدد من نقاط الجبهة، وتدعمه في ذلك عدد من الجهات الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لمراسلتنا من موسكو أريج محمد.